ربنا يتابع معاكم النهارده بقى كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف وفي المواقع وكمان في السوشيال ميديا، وهيكون كمان لينا جوله كبيره جدا في الاخبار المحليه والعالميه كالعاده. وعايزينكم كمان تشاركوا معانا على هاشتاج جمهوركم معاكم. المفروض الهاشتاج دلوقتي ظاهر قدامكم هنا على الشاشه، واحنا كمان هنعرض كل المشاركات اللي فيها طبعا دعم للفريق. شاركوا بقى بصور ليكوا بفيديوهات ليكوا، عشان الكلام ده لازم يوصل لفريقنا قبل المهمه الصعبه.